لقد توسع الغازي وبسط يده القادرة على مصرات وطرهون وغريان وزليتا وصولا إلى بني وليد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أهلا مدام رشيد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. لقد أحزق ساعي بغيد هذه الرسائل لكم. توني سي فوبلي. شكرا. قد وصل أبو اليقظان إلى تونس في أمان الله وحفظه. لعل الله يكتب لنا لقاء قريبا ويزيح عنا هذه الغمة ونعود إلى دفء العائلة والأحباب ونرتحل عن هذه البلاد التي تسحق برودتها العظام. قريبا لم يتبقى لنا سوى أيام قليلة للحصول على جواز السفر. أثمن جهودك الكريمة يا ولدي الغالي، لكن ما يشغل بالي هو التنبؤ السلطات لشخصي، فقد يتم احتجازي على ظهر السفينة. سوف يعينك المولى ويحرسك أيها الباشا الجليل، وتصل إلى تونس في رعايته وحفظه. لتدلي بالذهاب الآن لتنفرد بكتابات شباب بعثتنا، فأنا على يقين أنك لن تخلد إلى النوم قبل أن تطالعها كلها. كان الله في عونك. أعرف جيدا مبلغ سعادتك وفرحك بهذه الكتابات أكثر من سعادتي وفرحي بها، فهي من أعفتك هذه الليلة من ترجمة هذه الجرائد. هل تسمح لي بسؤال؟ تفضل. متى تنام أيها باشا؟